نناقش مع بعض موقف تطبيق نظام التقييم الجديد في المرحلة الثانوية واستخدام التقنيات الحديثة وإيه التحديات الموجودة قدامنا، وتبادلنا الآراء في كيفية إدارة التطوير في الفترة دي. فإحنا الحقيقة اتفق الحضور كله لأنه إحنا حققنا تقدم كبير جدا في تغيير نظام التعليم في المرحلة الثانوية، لأنه التغيير بالنسبة لنا هو حاجتين الحقيقة، هو تغيير شكل التقييم وشكل الأسئلة، لأن إحنا بنقيس بنحاول ننمي ونقيس مهارات جديدة. فده هيحصل عن طريق الامتحانات الجديدة وطريقة التصحيح الجديدة، ومتوافق معها أو مطلوب ليها محتوى يساعدنا على تنمية جزء من هذا الإرهاق. إحنا عايزين الولاد تهتم في المقام الأول بالتدريب على الأسئلة الجديدة، لأن الامتحان ما يفرقش كتير في نجاح النظام هل هو ورقي ولا إلكتروني، دي قضية جانبية. النظام ينجح لما نعمل الامتحان بالأسئلة الجديدة ونذاكر من المحتوى الجديد، ده كده النظام الجديد. فنجاح النظام أو فشل النظام مرتبط بطريقة التقييم والتصحيح الجديدة فقط، ليس مرتبط بنجاح أو سقوط تكنولوجيا. التكنولوجيا بقى كنا بنعملها ليه؟ التكنولوجيا بنعملها لسببين، بنستخدم التقنيات والشبكات عشان الولاد تصل إلى المحتوى الإلكتروني عن طريق التابلت والشرائح والشبكات، ده حصل بنجاح. طبعاً لبقية جدول الامتحان كل يوم هنحط في اليوم المقرر في الجدول، يعني هنحط الامتحان اونلاين على موقع الوزارة وما يجيبوه يتدربوا عليه، ده الهدف الرئيسي. نعمل الامتحان على شاشة ولا على ورقة ده شيء جانبي، مش هو ده الأساس، المهم قوي إن احنا نفرق بينهم. فاحنا بالنسبة لنا كفريق عمل وزارة التربية والتعليم وزارة الاتصالات وكثير من المهندسين في أجهزة أخرى في الدولة عرفوا هنعمل تصميم النظام الإلكتروني إزاي، وده هم شغالين عليه. الولاد بقى وأولياء أمورهم مش عاوزهم يضيعوا وقت كتير في التفكير في التقنيات، احنا بنفكر في الامتحان الجديد وهنذاكر له إزاي.